خالص ما فيه حتى شي نقطه قد كبتك، وانت عاوتاني كتبغي حب خالص ما فيه حتى شي نقطه حنا قد كبتك. الله يخليه ليا ويعطيني ربي الدنيا الصغيره. اسمعوا يا حسام، حيت الموضوع مكتر عليا بزاف، الموضوع صراحه مكتر عليا بزاف بزاف بزاف. كنشوف تنتقصح صراحه، كنتقصح. الله يدير لي توي ديال الخير والله يكمل عليا بالخير. الحوايج تيطراو في حياتي بزاف ديال الحوايج، كنشوف كلشي كلشي كينويها فيا خايبه تقريبا. كلشي يسرى ما مزيانش، يسرى 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 معايا. صافي قررت ما غاديش نبقى نتبع بنادم بهذا المعنى هذا. كنشوف صافي انا راني عائلتي هما هادو اللي في كرشي. الله يكمل علينا بالخير، الله يسهل علينا هادشي اللي طلب، ماشي حاجه اخرى. صافي ما كيبقى يهمك حتى شي حاجه اخرى. اللي بغى يقولها زوينه يقولها، اللي بغى يقولها خايبه يقولها. غادي نصالح مع ماما ولا شي حاجه بحال هكا. فيديو ديال البارح انا شفتو داك الفيديو بواحد الطريقه جونزي كتهضر داكشي مزيان. اوكي الامور الحمد لله في امان الله. انا ديجا قلت لكم انا اللي ما غاديش ندخل ماما الحبس، ما عرفتش شنو يكون. ما غاديش ندخلها انا ماما لا بابا لا حتى شي حاجه، لانه هادوك كيبقى والدينا. وليد دار ماشي سهل ديما كنقولها. شفتو كلشي اللي داز عليا، شفتو كلشي اللي داز عليا، ماشي سهل داكشي كامل. هادشي كامل واللي مازال كيدوز، يعني ما حبسناش هنا، بالعكس مازال كيدوز ومازال غيدوز ومازال يقدر يدوز اكثر ومازال يقدر يدوز اقل. كل مره ما عرفتش شنو مازال ربي مخبي لنا في المستقبل. فهمتوا انا ماشي رافضه هاد الفكره في مره، ماشي رافضها، ولكن كنقول مازال خاص شويه ديال الوقت. الوقت كترطب القلوب، الوقت كتصفي شويه خاطر. الوقت هاد المشكل كيطرا لك دابا، ماشي هي اللي كدوز عليه 3 شهور 4 شهور صراحه. يعني 3 شهور 4 شهور دابا كتكوني تخلعتي تقلقتي تزنتي، هذا كدوز واحد المده كتلقاي راسك تفشيتي وهذا وهذا. فغادي نقول لكم الله يسهل الامور.